عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. النهارده هنقول لاولادنا مخرج حرف الدال وطريقه نطقه. هناخد حرف الدال في اول الكلمه، كلمات كتير جدا على حرف الدال في اول الكلمه، وكلمات في وسط حرف الدال في وسط الكلمه، وحرف الدال في اخر الكلمه، وحرف الدال مكرر في الكلمه، وجمله حرف الدال. هننطق الاول حرف الدال: د د دو. احنا اتفقنا بننطق الحرف بالفتح وبالكسر وبالضم: د د دو. تمام، هنقوله بقى: دا دا، دي دي، دو دو. تمام، دا دي، دا دو، دي دا، دي دو، دو دا، دو دي. تمام، الكلمات بتسهل ان احنا نأكد ان الحرف اتنطق صح. تمام، ده التطبيق زي ما نقول كده، التطبيق العملي، ان الدليل ان الطفل نطق الحرف صح. صوت حرف الدال في اول الكلمه: دب، دم، دار، ديك، دمر، دجال، دقيقة، ذهب، درس، دولة، دفتر، دبلة، دعاء، دكان، دخان، دبوس، دجاجة، دولاب، دراسة، ديزاين، سوري، درابزين، دولار، دوامة، دولفين، ديكور، دباسة، دائرة، ديناصور. تمام كده؟ طيب هناخد دلوقتي صوت حرف الدال في وسط الكلمة. صوت حرف الدال في ايه؟ في وسط الكلمة، ماشي؟ طيب صوت حرف الدال في وسط الكلمة: بدر، قدم، مدق، قدر، يدق، جدة، صدم، ضفدع، خندق، مسدس، تدخين، صيدلي، تدريب، بقدونس، صدف، عدس، بندق، رادار، مدفع، صدر، حدوة، بودرة، جريدة، سردين، أدوات، منديل. تمام كده، منديل، رمادي، تجديف، سجادة، مهندس، مدخنة، مدفن، جدول، فدان، بدلة، نجدة، مدرج، ينادي، قلادة، مدرسة، منضدة، صندوق، مدرس، قطح، جدي، جندي، صندل، سجدة، مخدة، فندق. تمام كده، ده صوت حرف الدال في ايه؟ في وسط الكلمة. هناخد دلوقتي صوت حرف الدال في اخر الكلمة: سد، جد، يد، بلد، نرد، برد، أسد، ولد، قرد، عقد، جلد، صيد، مقعد، أسود، أنفد، نقود، ملبد، يقود، بريد، مجلد، جليد، براد، عمود، مسجد، استاد، مولود، رعد، عنقود، عطارد. تمام، هناخد دلوقتي صوت حرف الدال مقرر في الكلمة: عدد، عداد، شديد، جديد، حداد، حدود، دبدوب، ودود، مردود، دودة، ممدود. تمام كده، ده صوت حرف الدال مكرر. هناخد دلوقتي جملة فيها حرف الدال. تمام، جو بارد، دورة مياه، أكل الدجاج، نقود معدنية، وحيد القرن، دواء شرب، فول سوداني، أصعد الدرج، علم السعودية، مدينة ترفيهية، التلج بارد جدا، عيد ميلاد سعيد، مدرستي جميلة، الأسد ملك الغابة، الأسد سريع جدا، وردة لونها أحمر، كتب تغريد نظيفة، الصقر صياد ماهر، جرس المدرسة يدق، الولد يلعب مع الأولاد، صوت تغريد العصفور جميل، الجندي يجلس في الطائرة، سجادة الصلاة مستطيلة. تمام كده، ده مخرج حرف الراء بكلماته في سوري مخرج حرف الدال بكلماته في الأول وفي الوسط وفي الآخر، وجملة حرف الدال، وطبعا حرف الدال في الكلمة مكرر. نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد وحرف جديد. مع السلامة.